أسعار الفراخ البيضة اليوم 24/8/2023، سعر الفراخ البيضة عامل 65 جنيه، سعر الفراخ البيضة عامل 65 جنيه. تعال أما أقولك باقي المحتويات. سعر الفراخ البلدي عامل 120، الفراخ البلدي عامل 120. سعر الأوراك النص فرخة عامل 68 جنيه، كيلو الأوراك النص فرخة عامل 68 جنيه أوراك نص فرخة. الأربع أوراك بيجوا مثلا حوالي كيلو ونص، 2.25 كيلو. الأوراك المخصوص المخلية من الظهر عامل 88 جنيه، كيلو الأوراك المخصوص المخلية من الظهر عامل 88 جنيه. أوراك مخصوص مخلية من الظهر تعمل منها حمام كداب. كيلو الدبابيس عامل 88، كيلو الدبابيس عامل 88. دبابيس صافي خالص فريش زي ما انت شايف. كيلو البانيه او صدور البانيه عامل 150، صدور البانيه عامل 150، بانيه احمر منزلش مية ولا شاف المية، ناشف لسه، يشرب معاك تتبيلة الفراخ ويدي طعم معاك اللي انت عايزه في التتبيلة بتاعتك. نفس النظام بانيه الشرايح ب 150 جنيه كيلو، نفس الموضوع، احمر منزلش مية، يشرب معاك التتبيلة ويدي معاك طعم اللي انت برضو حطه في التتبيلة. شيش طاووق مصنفر من الدهون، ده لحم الورك. الشيش طاووق ده بيبقى لحم الورك مصنفر من الدهون خالص زي ما انت شايف. ده الكيلو عامل 145 جنيه. شاورمة الشيش طاووق، دي شاورمة الشيش طاووق مش شاورمة البني، عاملة 145 جنيه. شاورمة الشيش طاووق عاملة 145 جنيه. ده صدوق فراخ، صدوق فراخ عامل 130 جنيه، برضو حاجة مضمونة بإذن الله، وانا بجربها بدل المرة كتير، لان بقالي سنة او سنة ونص بعمل صدوق فراخ، فالحمد لله حاجة مضمونة 100% ب 130 جنيه الكيلو. كبد وقوانص الكيلو عامل 75 جنيه، كبد وقوانص الكيلو عامل 75 جنيه، والكبد بس عاملة 85. أجنحة صافي بالكتف، أجنحة صافي بالكتف، جناح شواية، ده الكيلو عامل 50 جنيه، الكيلو عامل 50 جنيه. ده الرومي البلدي الكيلو عامل 180 جنيه الكيلو، الرومي البلدي الكيلو عامل 180 جنيه الكيلو. ده وزنه تقريبا كده كان حوالي 5 أو 5.5. في بنيه ب 150. بس الرومي الابيض انا شايف انه افضل منه، الرومي الابيض بيبقى ملحم وبيرمي معاك لحم اكتر. دي قوانص مصنفره من الدهون ومتقطعه، الكيلو فيها عامل 95 جنيه، قوانص بس متصنفره ومتقطعه الكيلو عامل 95 جنيه. لسه معانا باقي المحتويات. دي كبده بس متقطعه ومتروقه على الاكل على طول، الكيلو عامل 90 جنيه، الكيلو عامل 90 جنيه. طب ليه القوانص اغلى؟ القوانص بيبقى فيها كميه دهون احنا شايلينها، فوقفت ب 95 جنيه الكيلو.
ده برجر فراخ الكيلو عامل 110، برجر فراخ الكيلو عامل 110 برضو بأمر الله مضمون ما يكشش معاك، ومية مية. دي كفتة فراخ الكيلو عامل 130، تمسك معاك على الفحم ما تسيبش وتشوي براحتك. كفتة فراخ عاملة 130. ده حواوشي الفراخ عامل 90 جنيه، حواوشي الفراخ عامل 90 جنيه. ده برضو بأمر الله خام، هتضيف عليه لو هتضيف عليه بصل او حاجات اللي انت عايز تضيف عليه. ده البط المولر او المسكوفي الكيلو عامل 120 جنيه، بط المسكوفي او المولر الكيلو عامل 120 جنيه، البلدي عامل 145، البلدي عامل 145. ودي الامهات الكيلو عامل 66 جنيه، بترمي وزن كبير 4 4.5 5. ده السكريب بني او الزنجر الكيلو عامل 155. السكريب او الزنجر البني عامل 155. دي الشاورما بتاعت البني، شاورمة البني الكيلو عامل 150، شاورمة البني الكيلو عامل 150. كل الشغل فريش بإذن الله، يوميا بننزل أسعار وبنعرفك الدنيا فيها ايه. أسيبك مع الفراخ الشواية تقطيع الشواية.